بمناسبة تحضير لمؤتمر جمعية السكر المصرية والدهون اللي فات عليها 10 سنين، أنا عايز أقول للناس دي جمعية مهمة لأن هي لها 3 أغراض هامين. نمرة 1، المشاركة في زيادة الوعي الصحي بالنسبة للأطباء وتقديم كل ما هو جديد. الحاجة الثانية لها علاقة بالتمريض وبالصيدلة، إن إحنا بنقدم لزملائنا في المهنة كل جديد فيها. والأخير الحاجة اللي لها علاقة بالمرضى. المؤتمر ده بيتمتع إنه معظم الشخصيات اللي بيشتغل فيه، اللي هي هيئة المكتب اللي فيه، ممثلة من كل مصر، وإنه الناس كلها على قلب رجل واحد. وتعمل المؤتمر ده في اسكندرية 2 وفي القاهرة بيتعمل المرة دي. والسنة دي بيتميز إنه في جلسات تعليمية لشباب الأطباء للإنسولين ومراقبة السكر الذاتية. لكن مش بس كده، المؤتمر ده بيتمتع إنه في جروب من الأطباء في جامعات في الخارج وجمعية الطب الأمريكية موجودين. أنا بدعوكم إن أنتوا تحضروا، لأنه المستوى السنة دي أعلى من أي سنة تانية. كل سنة وأنتوا طيبين.